خلاص حمامي بقى مزار، كل من هب وسب يسيب لي حته من ريحته. هتقعد تقلي لحد ما اعملها لك على روحي على الارض؟ لا 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 السجاد ده انا عايزه. خش خش خش. طب خليك صحي عشان تسمعني. انت ليه مصر ان اسمعك؟ هتعمل ايه جديد يعني؟ هم اربع اصوات وفي صوت خامس مقطع معروفين. قصدي ناديك لما خلص عشان تشطفني. شطفك ده انا اسمع صوت احسن. خش. عم جون انا خلصت. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ عم جون انا خلصت عشان تشطفني. او ماي جاد، يكون هو ده صوت اللي عايز يسمعه لي مع الجهاز مثلا؟ اللهم بقى صعب قوي. اه ايه الصوت ده؟ انا ما ايه يا عم؟ بتبص لك ده ليه؟ انتوا يا انت مين يا؟ انا القدره الحقني يا عمو. برضك؟ ايوه 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 ايوه. انت هاد من رجال العنجوري يا بتاع المطاريد؟ خطف والدي عشان ارجع له الجواميس؟ طب ايه قولتك عاد؟ ينسى موضوع الجواميس ده نهائي. والضفر الصغير بتاع ولد العتره بعشر رجاله من عنديكم. عنجوري مين؟ انا العتره ولدك يا ابوي. ما انا اهلي ضمن انك ولدي. بقول لك يا ابوي. حت امك. يعني لو قلت لي يما صدري ححن ورضعك. الحقني يا عمو. كيف مش لايق عليك يا ما لقاش عمو ما لقاش. كيف الجحش بيقول عمو؟ صدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انت لو كنت دهنت روحك اخضر ودي قلت لي اني هلك كنت صدقتك وتشرب منك مشروب الجرجير بتاعك وخدت الواجب ومشيت. انما تقول ايه جحش. جحش. الحقني يا عمو. استنى يا كبير شويه استنى. الموضوع فعلا غريب. العتره كان صغير قدامي ودخل الحمام. دخلت الحمام لقيته كده. ده حقيقي حصل. انت متوكد انه خش لحاله؟ ايوه طبعا كان لوحده. ما كانش في حد تاني في الحمام؟ هي مراحيض عمه يا كبير. ده في اوضه نومي. هو جه قال لي عمو استناني بره وهو دخل. بعد كده نده لي عشان علشان يشطفني. ايوه قول له قول له يا عمي. قول له موضوع هيمخولني يعني. وهل إذا كان بيتكلم مجنون بقلبي يصطل متعاقل؟ كيف دلوقتي العيل الصغير دخل الحمام فجأة لقينا الجحش ده جوا؟ ليش يعمل الحيط ولا ايه؟ أنا عرفتك منين؟ مساكت يا جوني ما تتكلم انطق. مش يمكن ده حصل عشان المثل اللي عندكم اللي بيقول دخول الحمام مش زي خروجه؟ على